كلمه ترفعك الى رضوان الله وكلمه تنزلك الى سخطه هكذا هي خطوره اللسان قال عليه الصلاه والسلام ان العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والصوم هو المدرسه الربانيه لتهذيب اللسان وتحفظ الانسان من مساوئ الاخلاق فلا يكتمل الصيام الا بحفظ اللسان عن الاثام فلا غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا فحش بل ولا رد الشتم قال عليه الصلاه والسلام الصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم فان اثام اللسان قد تمحو ثواب الصيام ففي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه فالعاقل يضع على لسانه ميزانا يضبط كلامه فان كان خيرا نطق به والا سكت قال عليه الصلاه والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون